أخبار اليوم. لم أقرر إن أخذها وتراجعت. لا، أنا لم أقرر أساساً إن أخذها. وعندنا ناقدنا الأستاذ رشوان قدامه القانون بيتيح له دورة أخرى وقدامه الفرصة، وبنتمنى له كل التوفيق. إنما أنا لم أفكر في خوض الانتخابات الانتخابات على منصب النقيب، لا سيما ان انا بتولى مسؤوليه عويصه هي رئاسه مجلس اداره اخبار اليوم ورئاسه تحرير الاخبار. منصب النقيب بيحتاج الى تفرغ او قدر من التفرغ، وهو الحقيقه مش موجود، مش متوفر بالنسبه لي دلوقتي، واحنا في فتره صعبه جدا، وانا تركيزي على النهوض بالمؤسسه وعلى النهوض بجريده الاخبار اكتر. يعني مستمرين في عملية التطوير فيها. أنا في خدمة زملائي الصحفيين من خارج موقع مجلس النقابة أو النقيب، وأنا ليا تجربة سابقة 12 سنة في مجلس النقابة. اللي عايز يخدم زمايله مش شرط يبقى في موقع مجلس النقابة.